صباح النور ستيفاني. صباح النور. كيفك؟ منيحة. كيفك أنت؟ يعني إذا أردنا النظر إلى النصف الملآن والإجابة من الكوب، الطلاق هو أصبح تحصيل حاصل خاصة بمجتمعاتنا العربية. يعني بكل ساعة في عندك أعداد مهولة من المطلقين. هل هنالك إيجابيات للطلاق برأيك؟ هو في كتير إيجابيات للطلاق، بس بعد كلمة طلاق هيك في إلى دلالة سلبية، وكأنه مثل ما وصفت بالمقدمة اللي حكيتيها، كأنه هو جحيم أو كأنه هو شيء سلبي، نهاية حياتك أو كأنه هي نهاية حياتك. وهذا الشيء اللي بركة كمان مثل ما ذكرت مفيد أنه نشوف شو العبر والدروس اللي ممكن نستخلصها كتنقدر نرجع نعمل بداية جديدة أفضل، ويمكن ارتباط بعدين يكون ما منكون عم نعيد فيه نفس أخطاء الماضي اللي ارتكبناها بالعلاقة السابقة. نعم. طب هذا الطلاق ما إيجابياته بنرجع بنقول على الأسرة، على الأطفال، خاصة إذا كان هنالك أطفال عم بعيشوا هذا الجحيم يوميا بيوم. نعم. شوفي هلأ مثل كل شيء بيتطور بالدنيا، الدراسات كمان تطورت بمسألة الطلاق. يعني بالأول كانت الدراسات تشير إلى أنه للطلاق أثار سلبية كتير على الأولاد. يعني مثلا بتلاقي أنه بيحكوا بالدراسات أنه الولد بيصير صعب عليه يختار شريك بعدين، ممكن يضيع بين صورة الأم وصورة الأب، ممكن يصير عنده صدمة سلبية جراء انه احد الشريكين ما عاد عايش معه بنفس البيت. اليوم صرنا عم نحكي بمنحى مختلف تماما. يعني اليوم السؤال اللي بيطرح نفسه انه طيب، واللي ودى لهذه الدراسات الجديده، افضل للولد انه يعيش مع ام واب منفصلين، ولا افضل انه يضل عايش مع شريكين ما بقى يجمعهم ولا الفه ولا احترام ولا تفاهم ولا جو مناسب، ليقدر هالولد ينمى ببيئه نفسيه سليمه؟ والإجابة بسيطة كتير، بتصور إنه الإجابة منطقية، إنه لا، الولد كرمال تكون صحته النفسية والاجتماعية والعاطفية والجنسية وكله تكون منيحة، لازم يكون عم يربى بجو من الهدوء. نعم. على شرط أكيد إنه الأهل يعرفوا يوصلوا فكرة الطلاق لأولادهم. طب ما هي الطريقة المثلى لإيصال فكرة الطلاق إذا للأطفال بطريقة لا تجرح الأولاد ولا تأثر على نفسيتهم وعلى مستقبلهم باختيار شريك؟ نعم. أول شيء مفيد كتير، مش بدي أقول مفيد، مهم وأساسي، إنه لما يكون في حديث بالطلاق أو قرار، يكون قرار مشترك، ويكون المبادرة أو الحديث مع الأولاد كمان مشترك، ويبتدي بجملة نحن منحبكم، لأنه الولد غصب عنه تركيبته النفسية بتخليه يحس أنه هو الغلطان. يعني وكأنه هو سبب الأساسي لطلاق، أو ما قدر ساعد ربما لحتى ما يوصلوا. يعني عنده نوع من الخطأ أو الذنب أو حتى العجز بأنه ما يقدر يخلي أمه بيه بالبيت، وبحس هو أنه بالفشل لأنه ما قدر يحافظ على العلاقة. لأنه دايما أنا بقول أنه الولد يمكن ما بيقدر يستعمل المفردات تيعبر عن شو في جواته، بس الولد بيفهم كل شيء وبحس بكل الأمور اللي عم بتصير حواليه، وخصوصي لما بيكون في شحن هالقد ويكون في مشاكل هالقد. فأول شيء لازم يكون في يعني يكونوا الشريكين عم يحكوا مع الولد، وما يجرب ولا واحد منهم يكسر بالتاني. يعني بيك رح يضل بيك ورح يضل يحبك، وأنا رح ضلني أمك ورح ضل حبك، بس رح نكون عم نعيش ببيتين مختلفين، وأنت رح تزور بي أو رح تزور الأم طبعا حسب هن اتفاقهم ولشو بيتوصلوا. بس الأكيد السبب الأساسي اللي بيخلي الولد يعيش ببيئة نفسية مش سليمة مش هو الطلاق، هو لما بيصير البي بيستغيب الأم ليستعمل الولد إذا بدك حليف لقاله ضده، وحتى يعني ليشوه صورته أمامه. بالضبط. يعني بيصير يقله للولد إنه شفت أمك هي الغلطانة، وما بيترك مناسب البي، مش عم بحكي عن بي عموما، عم بعطي أمثلة طبعا، على إنه يفرج الولد إنه إنه شوف أنا الحق معي إنه تركت، لأنه كمان الأب بيكون عم بحس بعذاب ضمير اللي بالسيتويشن اللي بالمعادلة. نفس الشيء الأم، كتير في أمات حوالينا ما بيتركوا فرصة بأنه يفرجوا أولادهم أنه بيك مش منيح، بيك ما بحبك، لازم تعاديه مثل ما أنا عاديته. هيدا اللي بيأثر واللي بيأذي. كيف بيأذي الولد؟ بكل بساطة، إذا كان شاب رح يشوف كل البنات سيئين مثل أمه، لأنه رح يعمل إذا بدك رح يتمثل ببيه، وإذا كان
إذا كانت بنت كمان رح تكره الرجل، لأنه الرجل الأول بحياتها أو العلاقة الأولى فشلت، فشلت معه وفشلت مع أمه يعني. وبالتالي هلأ صرنا عم نحكي مش بسلبيات الطلاق، بكيفية توصيل فكرة الطلاق للولد كرمال يعني يتخطى الموضوع ويكفي حياته بشكل طبيعي. حتى أنه بإحدى فقرات كتاب مع الزميلة فضيلة الفاروق كان في كتب يعني خاصة للأطفال اللي بيكونوا صغار عن إيجابيات، يعني عن ناس طلقوا وأطفال كيف إيجابيات أن يكون عندهم منزلين وليس منزل، يعني الأهل لما بيكونوا بدهم أنه يوصلوا الطلاق بطريقة في كتير طرق تربوية. خلينا نحكي عن أداب الطلاق. يعني بنلاحظ أنه شخصين لما بدهم يتطلقوا خاصة إذا كان على خلاف كبير وجوهري بيكون في تقليل من احترام الآخر، بيكون في توبيخ، بيكون في معاملة سيئة جدا، بيكون في شعور بالذنب وشعور بالذنب متبادل. ما هي الأداب المثالية للطلاق؟ شوفي الصورة اللي ورانا هلأ كتير لفتتني بالصور وبالأفكار اللي متعارف عليها أنه شريك بارم ظهره لشريكته وخلص، أنا ما بقى أحبك، أنا ما بقى أحترمك، ما بقى يربطني فيك ولا شيء. هلأ بالحالات اللي ما بيكون فيها أولاد طلاق أسهل طبعا. مثل الانفصال بأي علاقة. لما بيكون في أولاد هون بيكون الموضوع أصعب، لأنه في أنا بسميه الفيروس السمعي الاجتماعي اللي بيجي من برا، يعني من أهل الأب وأهل الأم والمجتمع بشكل، بس الأهالي بأثروا أكتر. يعني المجتمع كيف بيجرب يخليهم عايشين سوا، وأوقات حتى السلطات الدينية بتحاول كتير. هلأ أنا نحن هون تبقى مش عم نشجع على الطلاق، بس الطلاق أوقات حل ما بنقدر نهرب منه، اللي بيصير أنه بيصيروا يأجلوه. آداب الطلاق بكل بساطة الكلمة الأساسية والجوهرية بالموضوع أنه الطلاق لا يعني فقدان الاحترام بين الشريكين. يعني أوكي نحن طلقنا مش لأنه يمكن حتى أوقات الحب بيكون موجود، اللي بيكون انفقد هي التفاهم، وخصوصي لما الشريكين بيكونوا تزوجوا من قبل ما يكونوا اختبروا فعلا بعضهم وتعرفوا على بعضهم وشافوا إذا بيقدروا يتفاهموا مع بعضهم. أوقات الطلاق بيكون سببه أنه أفكارهم ما بتتجانس. بتعرفي لما عم بتطلع على تقرير عن أسباب الطلاق بعالمنا العربي بتصيري تقدري قد هي أصبحت جدا عادية. يعني مثلا بالعراق أغلب حالات الطلاق من المسلسلات التركية، بالإمارات من السوشيال ميديا، ببلدان تانية من عمل المرأة. يعني ما عندك أسباب جوهرية. وكأنه أصلا وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مهرب. لكن وسائل التواصل الاجتماعي عم نظلمها شوي. هي مثل كل شيء اختراع جديد بالحياة، يعني نحن بنستعمله لنستعمله لنستفيد منه أو لنهرب من خلاله. طب هيدي السيدة أو الرجل اللي قاعد قدام يعني فيسبوك أو تويتر أو شو ما كان كل نهار، طب هو لو سعيد بعلاقته الزوجية ولو هو في نوع من التفاهم ما كان بيضطر يهرب على العالم الافتراضي ليجرب يظهر هوية هو مش قادر يظهرها بالبيت. الأسباب الأساسية اللي عم بتصير اللي هي يمكن ما بينحكى عنها بالإعلام هي الجنسية، هي المصاري، وهي الاختلاف الفكري. هو الأسباب الثلاثة. الأسباب الجنسية يعني ما بيكون في تجانس بالحياة الجنسية بين الشريكين، يا أما المرأة ما بتعرف تتعامل مع جسمها، يا أما الرجل ما عم يعرف كيف يحبها، كيف يعبر لها عن هذا الشيء من خلال علاقته الجنسية. المصاري لأنه المرأة بتتوقع، أو بعض النساء العربيات خليني ما أظلمهم كلهم، بتوقع أنه الرجل هو السند وأنه أنا رح أرخي حالي وأقعد وأتركه يصرف علي. اليوم المعادلة اختلفت. اليوم نحن عايشين وخصوصي بلبنان، أنا بدي أسمح حالي أحكي عن مجتمعي، اليوم ما بتقدر تفتح بيت إلا إذا كانوا الشخصين عم بيتعاونوا مع بعضهم. السبب الثالث وهو عدم التجانس الفكري. بتعرفي راوية أول ما يتجوزوا شخصين بيبقى الشغف بعضه والعان بيناتهم. صح. بس يصير لهم فترة عم بيعاشروا بعضهم هذا الشغف بدوب، بتبين الحقيقة. الحقيقة اللي هي إنه أنا بشوف الأمور بهالطريقة أو أنت بتشوفه بهالطريقة، ببطل في حياة. ولما بيعبروا عن أفكار مختلفة ما بيقدروا يتقبلوا اختلافات بعض، هون بقى بصير ببلش في هيك شحن، ببلشوا يتخانقوا على ابسط الامور، ليه زاد ملح، ليه ناقصه ملح، ليه ما درست الاولاد. بتعرفي هون ستيفاني ضروره عدم تزويج الفتيات بعمر مبكر هيدا واخراجهم من المدرسه، هذا الاساس لحتى ما توصل المراه انها تختار شريك. والرجل كمان راوي، يعني احنا دائما بنحكي عن تزويج المراه بعمر مبكر، بس والرجل ولكن كمان مرتفعه بعالمنا العربي خاصه بالارياف. ما زالت هيك كائن هش شوي. هلا طبعا
اقل بكثير بس وعم يعني وعم تقدر تسمح لناس بتزويجها او تقبل انه يعني يعملوا. هلا صار في منظمات انسانيه عم تمنع هذا الشيء بس كمان هون مش بس العمر هون كمان الخبره بالحياه المدى المستوى التعليمي والاجتماعي اللي وصل له يعني كلا الطرفين كلهم على حدا. هو التعليم اساس كل شيء. اذا حققت حالة شو بدهم من هالعلاقه؟ انا بدي فوت على علاقه زوجيه لحقق سعادتي او انا حققت سعادتي بدي فوت تشاركها مع شخص سعيد مثلي. هلا لما انا بفوت على العلاقه الزوجيه وكاتبه كل تقل حالي بهيدي العلاقه ومنتظره انه هاي العلاقه تكون سبب سعادتي اتاكدي هون انه العلاقه رح تفشل ورح توصل للطلاق وهون ايجابيات الطلاق انه اول شيء خلينا نعيد النظر بالاخطاء اللي نحن ارتكبناها بالماضي. اثنين نشوف انا يعني وين دبت بهالعلاقه وين ما كنت عم كون عم حط حالي وافكاري وقراراتي بالحياه كاولويه. ثلاثه شوف انا كيف بدي اتعاطى مع اولادي لانه انا صرت بصيغه جديده كيف بدي اتعاطى مع اولادي بانه حافظ على صوره الاب وليس صوره الزوج. يمكن انكسرت صوره الزوج بس ما بحق لكم تكسروا صوره الاب او الام بنظر اولادكم. وهذا موضوع دائما بحكي فيه واساسه وكثير بياثر على الاولاد لبل بدمرهم نفسيا يعني. نعم وهذا الشيء خلينا ناخذ عبر ايضا لنبدا علاقه جديده يمكن يكون في علاقه او ما يكون في علاقه بس ما ضلني دايبه بالاخر وما ضلني محملته هو عبء انه يسعدني او انه يعطيني الأمور اللي أنا بحاجة لها. صحيح. إذا الاختصاصية في علم النفس ستيفاني غاني شكرا جزيلا. مرسي لك.